إن فيه بين الكسرة. إن كتقول لي إن هذه بين الكسرة والتاء إمالة، وهي إن إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب بلونا، شفت نون حرف كامل هنا، كما بلونا أصحاب الجنة كما بلونا، شفت المدود هذه ردوا بيننا هاي. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا قلقل القاف باللون الأحمر فها قلقل إذ أقسموا انت تبقى لي في الذيل واللي بين فين مش حاطط. إذ أقسموا ليصدرمنها المصبحين ولا يستثنون. اشكون يكمل؟ تفضل. فطاف عليها طائف من ربك. طائف من ربك. مش فم، فم. طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم أنغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين. دكتور أيمن كيف بارك الله فيك؟ مرة دكتور أيمن بدلنا ذكرني دوم له نكتة هنا في مباحث. قال هو يتجول في الحرم المكي وجاه واحد من السنغال تقريبا. قال له يا شيخ نحب نقرأ عليك الفاتحة. قال له تفضل. دا يقرأ الدكتور أيمن يسمع فيه. قالوا غير المنقلوب عليهم ولا الضالين وهكذا ينطق الرحمن ما عنده تو بعضهم تو حتى في اللغات الاخرى ما عندهم حرف اسمه حاء بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم قولوا بسم الله الرحمن الرحيم ما عندهم حرف اسمه حاء فهو ايضا لازم يتعلم شنو المنقلوبي لازم يتعلم لا نزل له في ليلة الغدر وما أدرك ما ليلة الغدر ليلة الغدر في القرآن سبحان الله.